وآخر يقول أنا مقيم في الخارج وجئت خصيصا لهذا السؤال. أنا أردني وأثناء إجازتي حصل خلاف مع زوجتي وأقسمت عليها بهذا القسم، قسما بالله إن ذهبت إلى بيت أهلك أثناء غيابي فسوف لن تعودي إلى البيت أبدا، وأنا أخض بهذا الانفصال، ولقد بعثت لي أنها تريد الذهاب لزيارة أهلها، فهل يقع عليها يمين الطلاق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا من باب الوعيد، فهذا قسم أنها إذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد والتحذير، وأنت بخيار بعد هذا. إذا ذهبت أنت بخيار، إن طلقت فلا بأس، وإن تركت الطلاق فلا بأس، والأولادك عدم الطلاق إذا كانت طيبة صالحة، فالأولادك عدم الطلاق وعدم التشديد إذا كان أهلها طيبين لا تشدد، أما إذا كان أهلها غير طيبين فلا تذهب إليهم ولو أنت حاب، وأما إذا كانوا طيبين فلا وجه للتشديد والتضييق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف أن تحرم من أهلها وأن تمنع من أهلها، لكن إذا كان أهلها ليسوا بطيبين يجرونها إلى فساد يجرونها إلى الشر فامنعها ولو كنت حاضر، ولا تعجل في الطلاق أبدا. وهذا القسم ليس من باب الطلاق ولا من باب الوعيد، ستوعدها وأنت بالخيار، إن شئت أوفيت بالوعيد وإن شئت أنت بالوعيد. نعم، يعني مصير اليمين يصير حلف، هذا حكم الوعيد. يقول لك سوف لا ترجعين، معنى سوف أطلقك، يعني هذا ظاهر كلامه، هذا وعيد. لو قال إنسان الإنسان سوف أضربك ما بعد ضربة ما صار. طيب يا شيخ يكفر عن يمينه ولا ما يكفر عنها؟ إذا ذهبت إلى بيت أهلها إذا ذهبت قال يكفر عن يمينه، إذا ما بعثين له. طيب نعم.